جوه الجول. هوبا هوبا جوه الجول. لسه بقول لحضراتكم، لسه بقول لحضراتكم، محمود شاكر هوبا هوبا جوه الجول. هدف جميل للاتحاد السكندري، وتسكن الزاويه اليمنى لعبد الواحد السيد. لمست ايد عبد الواحد لكن خدت ايدي وسكنت الشباك، وهدف التعادل للاتحاد السكندري. محمود شاكر وادي جماهير الاسكندريه والفرحه الكبيره بهدف التعادل لمحمود شاكر في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 21. ادي محمود وادي عبد الواحد يحط ايده الراجل، لكن اقوى من اللازم تخبط في ايد عبد الواحد وتسكن الزاويه اليمنى، وهدف التعادل. 1-1